السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ اليوم الفيديو رح يكون خاص لربط الحزام، طريقة ربط الحزام في لعبة التايكوندو. أنا كيف بدي أربط حزامي بطريقة صح؟ إذا كان حزام طويل علي، إذا كان حزام مقاسه صح مناسب علي، فلازم أتعلم أربط حزامي بطريقة صح لحتى أكون منظري مرتب. ما بصير أربط حزامي وطرف طويل طرف قصير، فلازم اتعلم اربطه بطريقه صح. فايش من الخطوات اللي لازم اعملها حتى اربط حزامي بالطريقه الصح؟ تابعوا معي الفيديو للاخر، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس والاعجاب وشيروا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد من الناس. طيب، انا رح افك حزامي لحتى اربطه مره ثانيه. هذا الحزام مقاسه كويس علي، تمام؟ فكيته. الطرف اللي فيه علامة الأديداس أو علامة الحزام أو الاسم، مثل ما مكتوب اسمي مثلا، انطرز اسمي، الطرف اللي فيه الاسم أو إشارة الأديداس أو علامة الحزام بنخليها من جهة اليمين، من طرف اليمين. تمام؟ أنا حزامي قصير رح ألفه لفة واحدة، بس الحزام الطويل رح أعلمكم كمان كيف رح نلفه لفتين. الطرف اللي فيه الإشارة من جهة اليمين، أوكي؟ بوازن الحزام مع بعض، وبخلي من جهة الفوق، الطرف اللي فيه الإشارة من فوق، من جهة اليمين ومن فوق، من الأعلى، وبنزله بهالشكل، بشد شوي، بعدين بظبط البدلة، وبشده حتى أوازنه صح. طيب، هلا كمان بدي اعمل اكس. اللي كان فوق هاد ادخله من تحت، شايفين؟ اللي لفيته اول مرة صار فوق، هلا بدي اجيبه من فوق، انزله بهالشكل هاد، ادخله هون بالمسافة الفاضية هاي، ارجع واحد صارت الاسم علامة الكابتن والاسم مع اشارة الاديداس على يمين اللاعب او المدرب، تمام؟ والكلام الثاني اللي هو وورد تايكوندو او اي كلام ثاني على اليسار، او اذا كان فاضي على اليسار. رح ارجع هيك مرة ثانية. هاي الحزام، اوكي؟ ببلش فيه من ورا، جهة اليمين احطها من فوق، جهة اليمين احطها من الاعلى، واحد، اوكي؟ هي حطيناها من الاعلى، ادخلها من تحت، طلعتها. هي اول شيء بشد الحزام وبوازنه. هلا اخر ربطة اللي من اعلى كمان، شوفوا شلون بعمله اكس من قدامي. كان من فوق عملته اكس، شايفين؟ كان فوق عملته حرف اكس هون، بالنسبة لي صار حرف اكس، وبدخله بالنص. شايفين كيف؟ بعدين سحبته وشديته، صار طريقة صح، صار شكله حلو. هلا رح اعلمكم شلون نربط الحزام اذا كان طويل علينا. هذا حزامي الثاني القديم، شايفين؟ هذا طويل، هذا الجديد لفة واحدة، هذا القديم لفتين. شايفين الحزام الطويل هاد؟ طيب، هلا العلامة اللي ما فيها أديداس أحطه من اليسار، ها هي من هون، هي الطريقة. وأجيب الطرف الثاني اللي فوق أول مرة من فوق، ومرة ثانية من فوق، لفيته لفتين لحتى يكون الطرف اللي ورا كمان متساوي، ما يكون شيء أعلى من شيء أو بالعكس مقلوب. شايفين؟ هلا هون وصلت كأنه حزام قصير، ما
نفس الطريقة، أول شيء إكس اللي من اليمين من فوق بيكون جهة اليمين، يميني أنا، يميني اللي عم يلبس، بيكون طرف الحزام من الأعلى، أوكي؟ بدخله من كل الحزام، من الأول واحد ومن الجهة الثانية، تمام؟ أرجع عيد. واحد، دخلته من كل الحزام ورفعته، بوازن الحزام وبشده. هلا برجع بعمل اكس مرة ثانية، شايفين؟ طرف عالي الأعلى والأسفل، الأعلى هاد بعمل أول شي حرف اكس، بنزله لصير حرف اكس هون، بالنسبة لإلي والكل حرف اكس. هلا اللي نزل اللي كان فوق من الأعلى برجع بدخله بالفتحة اللي في الفاضي هاي. بس هو بهالشكل صارت العلامة تجلس على اليمين، على يمين اللاعب أو على يمين المدرب. أوكي؟ رح أرجع أعيد الطريقة. هذا إذا كان الحزام طويل علينا الفوق لفتين. أوكي؟ الجهة اللي ما فيها علامة الأديداس بحطها من اليسار. تمام؟ وبلف الحزام. واحد، هي الطريقة الصحيحة والسهلة مشان تكون بسيطة عليكم، لفيته لفتين بوازن الحزام مشان يكون نفس الطول، ما يكون طرف أطول من طرف، يكون شكله مو مناسب. وزنت الحزام، هلا الجهة اليمين اللي باليمين اللي لابس الحزام يكون من الأعلى. تمام؟ بطبيعة الحال لأنه لف من ورا الجسم لازم يكون من الأعلى. راح ندخله من تحت الحزام كامل. شايفين شلون؟ دخلنا أول جهة، سحبنا هيك شدينا كمان شوي. هلا كمان نفس الطريقة، اللي تحت هاي بس بلف هيك عشان يكون متوازن، شايفين شلون؟ واحد لفيت، اللي من الأعلى كمان بعمل حرف إكس عشان ما أخبط، ما أجيبه من تحت، لا اللي من الأعلى خليه من فوق. هذه الجهة اللي دخلناها لفينا الحزام فيها، هاد خليها فوق. ننزلها من هون صار حرف اكس، بندخلها من الفاضي ومنشد، هي صار متوازن شكله حلو، وصارت علامة الأديداس على يمين اللاعب او يمين المدرب. اوكي، هي اذا كان الحزام طويل علي او اذا كان الحزام مقاسه مناسب علي. تمام، لانه في طلاب كثير ما بيعرفوا يربطوا حزام، حزام اسود وما بيعرفوا للاسف كيف ربطة الحزام الصح. فلازم نربط حزامنا صح لحتى يكون شكلنا مظبوط في النادي او بين رفقاتنا او قدام الناس. هلا رح البس الحزام الثاني فوق، ربطنا الحزام الطويل، هلا الحزام القصير نفس الطريقه لانه قصير رح الف، ما في داعي للفتين، لفه واحده. واحد اللي من فوق بدخله من تحت بهالشكل، شديت شوي، بعدين بهالشكل اللي فوق كمان سوينا حرف اكس، دخلناه من النص وشدينا بهالشكل، صارت علامة على اليمين، اشارة الكابتن على اليمين او اسم الكابتن على اليمين، الفاضي على اليسار او الكلام الثاني على اليسار، وصار متوازن صار ربطه حلو. تمام، لا تنسونا من الدعم، التعليق، اي سؤال اي تعليق سجلوا لي كمان حتى اجاوبكم عليه، وفعلوا زر الجرس وتابعوا الفيديو وشوفوا الفيديوهات عم انزلها لحتى تستفيدوا، واستنوني فيديو جديد. السلام عليكم.